اغماءات كان عندنا اضراب على الطعام، كانوا بنات اليوم كانوا طاحوا سخفوا لنا، يعني الاوضاع غدا وكتدهور بالنسبه للطالب. وكيمارس علينا القمع وصاف، لا سواء من داخل الكليه كيقطع علينا الضوء والماء، كيمارس علينا جميع انواع العنف اللي تقريبا كاينين اضرابات على الطعام. البارح كان اضراب على الطعام، راه استنزاف ديال جوج طالبات اللي مرضوا لنا تمايا. كندوزو ليلة نيت من الناس تما، كنجلسو تمايا، كنحاولو اننا نفرشو ديك البلاصة ونجلسو كنبريباريو تمايا. كاينين بزاف اللي مرضوا من داخل الاعتصام، من داخل هاد الاضراب على الطعام، شحال من واحد تعرض لامراض خطيره. على اي نيه، تحيه لنضاليه من داخل اطارنا العتيد، الاتحاد الوطني طلبه المغرب بمبادئ الاربع، منظمه جماهيريه تقدميه ديمقراطيه. تحيه الف تحيه لجميع المنابر الاعلاميه للبث النداء ديالنا، وعبرت ان راه كاينين ولاد الشعب وكاينين منابر اعلاميه حره كتساندنا الحقوق ديالنا اللي هي عادله ومشروعه، التي هي كنطالبوا بالتاجيل وبالزياده في المده الزمنيه. هادو هما المطالب ديالنا اللي خدينا عليهم مسيرات، وخدينا عليهم مبيتات ليليه قدام الرئاسه، ودرنا مسيره قدام الرئاسه، مسيره في الارجاء ديال الكليه، اعتصامات من داخل الحجاز، من داخل الكليه ازيد ما عند 15 يوم، وما مبيتات قبل اصلا كانت 20 يوم ديال المبيتات، ومن بعد ولات 20 يوم، ولكن لا حيث لمن تنادي ما كاينش كاع الاستجابه لاي مطلب ديالنا. معتصمين تقريبا 20 يوم كانوا قبل، ووقفوا باش ارتاحوا شويه، ودابا حاليا شي 15 يوم ديال المبيتات ليليه متتاليه. كانوا البارح اغماءات، كان عندنا اضراب على الطعام، كانوا بنات اليوم كانوا طاحوا سخفوا لنا، يعني الاوضاع غدا وكتدهور بالنسبه للطالب. كل مره كيتستنزف طالب من طالب بيناتنا، وهذا الشيء كامل كنا كنطلبوا غير الحوار، الحوار من البدايه ديال النقاش ديالنا ما كاينش اللي عطانا حتى خمسة دقائق في الحوار، وهذا الشيء علما اننا الا جينا نناقشوا اي مسؤول من داخل اي لواء اي كليه ولا من داخل اي مهام كيقوم به، ضروري انه يسمع المطالب او لا شنو الناس شنو كيطالبوا. على سبيل المثال الملك، دابا ملك باعتباره اركان بلاد، الا سمع غير واحد من الشعب ديالو كيطالبوا ولا كينشدوا كيقول له شوفوا هذيك، فما بالك بمسؤول اللي 15 يوم وحنا كنطالبوا منه انه يفتح باب الحوار، وكنطلبوا منه انه يناقش معنا المشاكل ديالنا بشكل سلمي وحبي، ولكن كيتعنت وكيابع وكيمارس علينا القمع وصاف، لا سواء من داخل الكليه كيقطع علينا الضوء والماء، كيمارس علينا جميع انواع العنف اللي تقريبا مده 15 يوم، 15 يوم اللي عطينا ما كفيناش 15 يوم، مقارنه مع الكليات كاملين من داخل المغرب تم التاجيل ديالهم ليكزام، والتزموا بالمذكره الوزاريه. المذكره الوزاريه فاش صدرت كان يا اما يكون تأجيل، يا اما يكون تعليم، او يا اما يكون الامتحان عن بعد. كنلاحظوا الكليات المكناس ما دارت لا الامتحانات عن بعد، ما تم التأجيل. على سبيل المثال كليات العلوم دايرين لهم حتى 21 موقع فاس، طات جميع الكليات الابتداء اخر كليه 31، اما باقي راه شهر جوج عادي يدوزوا. لا حددوا لنا اننا ندوزوا في 10، وحنا تنطلبوا من البدايه انه يتم التغيير هذا القرار ديال ان 10، حيت راه ماشي في الصميم دا الطالب، وحنايا كطلبه ما نقدروش اننا ندوزو في ديك الفتره الزمنيه، خصوصا واننا كنطلبوا غير تكافؤ الفرص مع الكليات كاملين في المغرب، باعتبار ان راه حاليا كاع لي كونكور كيطلبوا لي مونسي، وحنا هادشي كاملين كامل كنديرو كنطلبوا غير من اجل اننا نحققوا تحصيل المعلي العلمي والمعرفي والنقاط الجيده. هذا هو الاساس الخرجه ديالنا. حنا كنجدوا من جميع اي مسؤول ولا اي واحد انه يقدر يساعدنا ولا يساهم معنا، انه يدير شي مبادره من عنده ويساعدنا، لاننا والله لا نريد الا التاجيل، ما عندنا حتى شي حاجه من غير هاد الامور اللي هي مطالب عادله ومشروعه. درنا مبيتات، كاينين اضرابات على الطعام، البارح كان اضراب على الطعام، راه استنزاف ديال جوج طالبات اللي مرضوا لنا تمايا، ايمانا منهم انه هذا حق والحق ينتزى ولا يعطى، ايمانا منهم انهم
ما لا ياتي بالنضال ياتي بمزيد من النضال ولكن كنلقاو من الاداره التعنت دائما كنتعنت وواجهتنا بسميتو بتدخل الامن واجهتنا بسميتو باستدعاءات كاينين طلبه اللي تم الاستدعاء ديالهم بينهم انا بينهم طلب حمزه مثلا على سبيل المثال والهدف ديالو في هادشي كامل هو انه يريد تحقيق مطالب ديالو هو تاجيل الامتحان والزياده في المده الزمنيه ما عندناش شي معرفه شنو هي الاسباب الدافعه اللي خلاتهم انهم حنا بالضبط انهم يتم الاستدعاء ديالنا من طرف الامن مازال ما عندناش شي توضيح من داخل هذا الامر كندوزو ليلى نيت من الناس تما كنقصو تمايا كنحاولوا اننا نفرشو ديك البلاصه ونقصو كنبريباريو تمايا كاينين الناس كنحيوهم وكنرفعوا لهم الشرع كيجيبوا لنا التضامن كاين اللي كيجيب لنا مساهمات كاين اللي كيجيب لنا الاكل كل واحد باش قد كيجي كيزد كاينين امهات واباء الطلبه كيجيبوا لنا الاكل وكنحيوهم عاليا على انهم التضامن ديالهم والايمان ديالهم اننا نناضل على شيء اللي هو مبدئي ومن حقنا اي واحد انه يناضل من حقه على تاجيل الامتحانات لربما كان نقاش عشوائي ولكن ماشي بناء من داخل الكليه مسؤولين تيقولوا باللي راه كاين مرض اللي هو مستجد اوميكرون داكشي باش خصنا نسربيو وندوزو لكم الامتحان قبل ما يكون شي زد ولا يقدروا يقولوا لكم في اي لحظه خصكم تشدوا قلنا له اودي الا كنتي كتمشي بهذه المرجعيه ولا بهذه الفكره اللي كتقول راه خصك بان راه مكناس راه داخل المغرب يعني اي قرار كينزل خصو غادي ينزل على سائل الكليات ماشي غير مكناس يعني ما عندي وكتا كتوضح حنا ما عندنا ما نديرو بشواهد اللي هي بعشرة او بمقبول حنا كنطلبوا منك تمدد لنا من اجل تحصل على نقاط جيده حنا بحال جميع المواقع هذا هو الهدف ديالنا ما كاينش تجاوب نهائيا حتى من اننا نطلبوا النقاش على سبيل المثال الصباح طلبنا الحوار مع مسؤول العميد اننا نتحاوروا معاه قدام السلطات قدام الامن كنطلبوا الحوار عطانا وعود كاذبه اياه غادي تحاوروا يلا دخلنا ما كنشدوا كنطلبوا والو ما كاينش اللي يتحاور معنا ولا اللي يناقش معنا ان في 10 في الشهر نهار 2 كاين الامتحانات يبداو الامتحانات الطلبه قررين انهم يمشيو مازال في تصعيد الجمع الطلابيه قررني انها تصعيد لان خرجوا بشكل سلمي وخرجوا بمجموعه المسيرات السلميه وتيطالبوا بالتاجيل ولكن حتى باب الحوار ما تفتح وجوه ديالهم كيلاحظوا بان القمع تيتمارس من عليهم من داخل الكليه هذا هو السبب الدافع لانهم خلاهم مازال صامدين في المطالب ديالهم العادله ومشروعه ومازالين تيناقشوا انهم كاين تصعيد لانهم مامنين بالمطلب ديالهم من حقهم مازال كاينين مبيتات الاعتصام كانوا خداو مفتوح لحد الان باقيين كيباتوا كاينين بزاف اللي مرضوا من داخل الاعتصام من داخل هاد الاضراب على الطعام شحال واحد تعرض لامراض خطيره ربما مازال ما عندناش فكره على شنو غياخذوا الجموع الطلابيه مازالين كنناقشوا مجموعه من الافكار قرار اللي هو يكون قرار نهائي مازال ما ناقشوش الجموع الطلابيه حيت الامر كيبقى بالجموع الطلابيه هما اللي كيناقشوا القرارات من داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب باعتبار ان النقابه ديالنا كتمثلنا عندها اعراف ديالها وضوابط ديالها كنمشيو من داخل ديك الاعراف داك الشيء اللي خرجات به الجمعيه الطلابيه هما اللي كنديروا حنا وكننفذوه طلبنا من جمعيات حقوقيه كاينه جمعيه حقوقيه ديال فرع مكناس ضامن معنا قدام الرئاسه جا عطى كلمه على التضامن ديالهم مبدئي ولا مشروط كنحيو عاليا جاو منابر اعلاميه وصلوا الصوت ديالنا كنحيوهم عاليا كنلقاو ناس ديال الشعب منضمنين معنا كنلقاو الطلبه حتى هما راه شحال من طالب باغي التاجيل ولكن نظرا للظروف الماديه ولا عدم التواجد ديالو بالموقع هو الاسباب الدافعه اللي ما خلاتوش انه يكون هنايا كرساله للعميد الكليه انه يراعي شويه ويكون وياخذ شويه من الباب الانسانيه في وجه الطلبه هادو اللي كيعتصموا في هذا البرد هادو ويعرف بانهم حتى هما راه ما بغاوش يعتصموا ولا انهم يمرضوا ولا يعرضوا راسهم للتضحيه الا من اجل تحصيل على النقاط جيده هذا هو الهدف ديالهم يعني ما جايينش انهم يعتصموا ولا يناضلوا غير هكاك عندهم مطالب بغاو يحققوها كنتمنى من العميد الكليه يستجب ويدير هاد الطلبه بحال الاولاد ديالو بحال ولادو الا مشاو يطلبوا منه شي مطلب راه كيسمع لهم ويسمع لنا ويحاول انه يخضع لنا
وان شاء الله راه حنا هو مسؤول ديالنا وحنا طلبه ديالو. الهدف ديالنا بجوج اننا تكون نمثلوا الكليه ديالنا احسن تمثيل. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.